معنا لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء، شهداء العراق، وعلى أرواح ضحايا وباء كورونا من الكوادر الطبية ومن العراقيين الذين تعرضوا إلى هذا الوباء. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. سيداتي وسادتي الأفاضل، مرحبا بكم في قصر السلام في هذا اليوم المهم في تاريخ بلدنا. بداية أقول نحن نجتمع وبلدنا يمر بظروف وتحديات عصيبة، ونقدر عاليا ما تقوم به العوائل العراقية من مقاومة شجاعة لفيروس كورونا، ونقدر عاليا المصاعب التي تتحملها في هذه الأثناء وسط حظر التجوال والعزل الصحي. أحيي معكم بشكل خاص الرجال والنساء من يقفون في الطليعة أمامنا جميعا في مقاومة هذا الوباء، الكادر الصحي من أطباء وخبراء وممرضين وموظفي خدمات وجميع العاملين في دوائر الصحة والمستشفيات. دورهم النبيل لن ينساه العراقيون، جهادهم البطولي وتضحياتهم شرف لنا ولهم ولعائلاتهم الكريمة ولبلدهم. هؤلاء أصحاب الأردية والقلوب البيضاء، قرة أعيننا، لهم منا كل الاحترام والتقدير، ويقدر العراقيون أن أفضل ما يمكن تقديمه لهم هو دعمهم والالتزام بتوجيهاتهم. هذا اليوم نجتمع أيضا ويصادف أحداث تاريخية مهمة في العراق. هذا اليوم ذكرى استشهاد الشهيد الصدر قدس سره. اليوم ذكرى الفتوى الجهادية من أجل مقاومة داعش، والذي حول مجرى الأحداث وساعد في دحر داعش والمضي ببلدنا من تلك الخطورة التي كانت تحدق بنا. واليوم أيضا ذكرى سقوط الصنم وانتهاء حقبة الدكتاتورية، فترة الأنفال والمقابر الجماعية والتمييز والاضطهاد والإرهاب. العراقيون في مثل هذا اليوم قبل 17 سنة كانوا يتوقعون حياة حرة كريمة وبلدا مستقرا مزدهرا. لأسباب مختلفة تداخلت وتخادمت القصور السياسي، المحاصصة، الصراعات والمناكفات مع الإرهاب والتدخلات، ومنعت العراقيين من التمتع بهذا الحق البسيط في الحياة الحرة الكريمة. نجتمع اليوم وبحضور هذا الجمع الكريم ونشهد على تحول دستوري وديمقراطي في بلدنا. الفترة الماضية كانت فترة عصيبة في تاريخ العراق، عايشنا وتعايشنا وتعاملنا وواجهنا الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي كانت تطالب بالإصلاحات وتصويب المسار في بلدنا، وحدثت الكثير والكثير من الأمور السياسية، وفي هذا البلد وفي قلب الشرق الأوسط حدثت تداول للسلطة، واستقالت حكومة السيد عادل عبد المهدي، وتم تكليف أشخاص آخرين أخوة أعزاء ضمن سياقات دستورية معروفة، والتزمت الأطراف بغض النظر عن السجالات والنقاشات بهذه الإجراءات. هذا إنجاز مهم وتقدير مهم. لست بصدد التبرير أننا أضعنا فترة طويلة والشعب العراقي ينتظر منا الكثير والكثير، وكان واجب علينا أن نتقدم بتشكيل الحكومة في وقت أسرع، لكن
هكذا واقعنا، والتزمنا بتلك السياقات، واليوم نشهد وضعا جديدا. الأستاذ عدنان الزرفي اعتذر عن تكليفه بتشكيل الحكومة وأرسل لنا رسالة رسمية بهذا الصدد. واليوم أريد أن أشكر للأخ الزرفي التزامه، تقديره للمصلحة الوطنية، ومواقفه الشجاعة في هذه الظروف. تكلمت معه قبل قليل أيضا، أكد لي دعمه لمسار العملية وما يؤمن وحدة الصف العراقي، فأشكره وأقدره على هذا الموقف. اليوم نحن بصدد تكليف الأخ مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق. الأخ الكاظمي شخصية مناضلة مثقفة، معروف عنه النزاهة، معروف عنه الاعتدال، معروف عنه الحرص على الحقوق العامة للعراقيين. هذه مسؤولية كبيرة تكلف بها أخي الأستاذ مصطفى الكاظمي، نتمنى له كل الموفقية في هذا المسعى. لكنني أريد أيضا أن أقف على حقيقة مهمة. الفترة الماضية رافقت تلك العملية سجالات وخلافات حادة بيننا وبين الفرقاء السياسيين. اليوم بفضل الله وبجهود المخلصين توافقت القوى السياسية الأساسية وتوافقت القوى الوطنية والاجتماعية على اختيار الأخ مصطفى الكاظمي لهذا الموقف. فحقيقة يوم مشهود، أننا تجاوزنا مرحلة كانت صعبة علينا كلنا، وكان النظام السياسي يتعرض إلى تشكيك وتساؤل مستمرين. لا أريد الخوض في التفاصيل، لكن العبرة بما حدث. اليوم نجتمع في قصر السلام بحضور هذه الوجوه الكريمة التي تمثل الطيف السياسي العراقي، والكل حريصين على تشكيل حكومة وطنية مستندة إلى قرار وطني عراقي، وتلتزم برنامج الإصلاح الذي ينشده المواطن العراقي الذي ينتظر منا تلبية حقوقه في الحياة الحرة الكريمة. كان الله في عونك يا أخ مصطفى، مهمة عسيرة، والكل هنا لا شك عندي سيكونون عونا لك، وأنت تكون عونا لهذا البلد. ننتهي من هذه الفترة، ننطلق إلى انتخابات نزيهة تعطي للمواطن العراقي حقه في اختيار حكومته من خلال انتخابات نزيهة وصادقة، وتعمل أيضا على تدارك تبعات هذه الأزمة الصحية الخطيرة التي تلم ببلدنا، وأيضا التداعيات المالية والاقتصادية لهذا الوضع. كل هذا يجري ومفهوم مهم لبلدنا، ألا وهو الحفاظ على الدولة وتعزيزها دولة مقتدرة وذات سيادة ومستندة إلى قرار وطني عراقي. أتشرف أن أقدم لك كتاب التكليف، وأتمنى لك كل الموفقية. إياك كمصطفى حبيبي. سيد الرئيس، أتشرف بقبول هذا التكليف. كلنا خدم بشعبنا العراقي، وسنعمل نكون بمستوى المسؤولية أمام الشعب والتاريخ. وأشكر كل الكتل السياسية التي عملت لتوحيد خطابها من أجل النهوض في العراق. شكرا جزيلا. ما عندك؟ يا الله بالتوفيق.